بعض البلدان من حوالي أسبوع في قرية اسمها قرية المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة، واحدة ست امرأة ام شايلين النعش وداخلين قلبوا الدنيا عشان يخشوا بالنعش، كل ما يخش بالنعش النعش يرجع لورا، كل ما يخش. انا مش بقول لك كان يا مكان، ده الكلام ده من اسبوع، وجميع المواقع على شبكة النت عملت الكلام ده. ام في محافظة البحيرة بقرية المحمودية، الاف شايفين المنظر، الجثة الجثمان مش عاوز يخش المسجد، النعش مش عاوز يخش المسجد يرجع لورا، الناس تهلل تقول لا اله الا الله، الناس عمالة تصور الله اكبر لا اله الا الله، يقربوا على الجامع الجثمان يرجع. الست دي معروف عنها الاخلاص والطيبة والصلاة والفلاح وطيبة، ست طيبة وبنت اصول. اللي حصل ده مؤدبة ومحترمة، اللي حصل حطوا النعش حوالوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة، الشباب اتكاتف يحاولوا يخشوا، يجي عند باب المسجد وترجع تاني بقوة بقوة، مش قادرين مرة واثنين وثلاثة سابوا النعش. الكلام ده من اسبوع، سابوا النعش وضعوه. كان في سر، عارفين السر ايه؟ السر ان في ولد، الولد ده كان متعلق بامه وكان بار بامه، بس كان رايح يدور على لقمة العيش في بعض الدول العربية. الولد ده ابنها، الولد ده بناها، الولد ده لما عرف ان امه ماتت حجز التذكرة وجري بسرعة علشان ينزل على مطار القاهرة الدولي عشان يلحق جثمان امه. المهم ان الولد ده دخل ووصل، وصل ايوه وصل، وصل فين؟ وصل لامه عند النعش وقال لها كلمتين، السلام عليك يا امي، السلام عليك يا امي، ولمس بيده النعش، ولمس بيده النعش، ادخلوا النعش، فدخل مباشرة. بر تعلق الولد بامه وبقلب امه. الست دي كان لها دعوة بينها وبين ربنا، كانت تقول لابنها في غربته يا رب يا رب انقبضت روحي في غياب ابني، انقبضت روحي في غياب ولدي، فلا تحرمني من وجود ولدي في الصلاة في جنازتي. احنا النهاردة لما نشوف حاجة زي دي بنقول لا ده عملها وحش وعملها رضي. قسما بالله العلي العظيم حدثت بالامس القريب في الاسبوع الماضي بمحافظة البحيرة.